إجراءات طبعا مهمة ومشكورة، لكن حابة إن أنا أقف مع حضرتك على كذا خطوة وكذا مجهود. اتفضلي. المجهود الأول لفرقة التدخل السريع، كمان إجراء يعني تأجيل الدراسة أو إجازة لليوم التالي من أول ما اتخضينا إحنا من الجو يوم الثلاث، فكان تأجيل الدراسة يوم الأربع فورا. كمان بنتكلم على يعني إلغاء الإجازات لبعض القيادات وغرف الطوارئ والمحليات بشكل كبير. طيب الكلام ده كله لو إحنا حابين إن إحنا نقف عنده، لأن إحنا تقريبا ما شفناهوش قبل كده في مصر في حالة طقس سيء. يعني إحنا ياما مرينا بحالة طقس سيء، بس دي يمكن أشدها وأشد على ثقافتنا ومعرفتنا بالجو. الإجراءات اللي اتخذت بقى في التعامل مع الأزمة في الإطار اللي أنا ذكرته لحضرتك ده شايفه إيه؟ شوفي، خلينا أقول لك إن في دي احنا بنمتلك في الوقت الراهن ثقافة جديدة لإدارة الأزمة، وانا اعتقد اللي يقول لك ايه رب ضارة نافعة، انه الأزمة دي خرجت افضل ما فينا، وخرجت كل مؤسسات الدولة، وعملت نوع من الشراكة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة. ففي الوقت اللي غالبية المواطنين كانوا بيشتكوا لكن كانوا بيحفزوا جهود الدولة، التدخل السريع بقت امر بيحتاجه المصريين بشكل كبير. فالناس على طول بتكلم الطوارئ، بتتحرك السيارات مباشره او الفرق مباشره لحل الازمه. فدي ثقافه جديده اتمنى انها تكون دائمه وتكون مستمره، لانها حلت ازمات كبيره. على الجانب الاخر كمان الجزء الانساني لم تغفله مؤسسات الدوله، فهي ادركت انه هناك قلق من جانب الأسر على أطفالهم في المدارس، فعطلت المدارس في التوقيت اللي كان فيه بعض الأمطار في الشوارع، فحصل نوع من التجاوب ما بين الدولة وما بين المواطنين، لأنه حصل نوع من التهدئة والاستجابة كمان. اتفرغت الشوارع شوية، فدت فرصة لفرق التدخل السريع إنها تتدخل وتحل الأزمة. أنا أعتقد إنه هذا توجه جديد يحسب للوزارة الإدارة المحلية، وأتمنى أن يكون ده نمط للإدارة المحلية في المرحلة القادمة، ما يبقاش مرتبط بالحدث بس، خاصة وأنه إحنا متصورين أن الحدث اللي حصل عندنا ده ضخم جدا، ربما يكون ضخمته في أن إحنا مش معتادينه، لكن إحنا شفنا دول كتيرة حصل فيها يعني طقس كان أكبر بكثير من ما حدث عندنا، ويكفي ان احنا نتذكر تسونامي اللي حصل في اليابان. وبنتكلم بقى على دوله متحضره جدا وعندها استعدادات ضخمه جدا، لكن في النهايه الطبيعه لها قوانينها اللي يجب ان احنا يكون عندنا تحسب ليها. وشفنا ده حتى من جانب الارصاد، انها بصفه مستمره بتحذر بتقول لنا، بقت في عندنا معلومات محل ثقه، في شفافيه في الاخبار، كنا بننتظر نسمع الاخبار دي من الخارج بقينا نسمعها من الداخل، بقى في تعاون بين مؤسسات الدوله، هذا التعاون بيسر المهمة للمواطنين. كنا بنشوف دايما ان مؤسسة ترمي المسؤولية على مؤسسة اخرى، لكن شفنا ان الارصاد قالت ان في مشكلة، استعدت مؤسسات الدولة المشكلة، مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم، في حالة طوارئ في بعض المدن والمحافظات الساحلية، كل دون اعتقد انه في اطار استراتيجية ان احنا نستفاد منه.